السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا هذا ما راح يكون فلوق او مراجعه، اليوم راح اتكلم معاكم عن الكيس نفسه. بستخدم الكيس يوم كامل من الشحن الفل، فالحين الجوال فل. من شلت الجوال من الشاحن اليوم الساعه 8 الصباح، الحين الساعه 9:25، فاخذت الحين 55 دقيقه من شلته من الشاحن. فببدا معاكم الحين من بديت اليوم الشحن الجوال فل والبتري فل، بشوف معاكم كم يوصل. لكن بتكلم كبدايه عن استخدامي للجهاز كيف، فبعض الاشخاص يكون استخدامهم اقل من استخدامي او اقوى من استخدامي. طبعا كبدايه الجهاز انا عندي الوايرلس ما طفي، البلوتوث ما طفي، الايردروب ما طفي، تحديد الموقع ما طفي. ليش البلوتوث ما طفي؟ لانه شابك على الساعه وشابك على المسجل. فاذا رحت مكان فيه وايرلس مفتوح شبكت على الوايرلس واستخدم الجوال، اذا كنت برا على طول اوريدي شابك على ال تي اي. برضو مركب، ما تشوفون هنا مركب شريحتين انا، فبستخدم الجوال استخدام طبيعي. الان من فتحت الجوال الساعه 8 مثل ما قلت لكم الصباح، الحين 9:30، فاخذت الحين ساعه ونص من استخدام الجوال ومع البتري. نروح السكرين تايم ونشوف الى الان كم استخدمت الجوال من صحيت. استخدام الجوال الحين ساعه و11 دقيقه، فالان البتري الجوال في 100%، البتري 90%، نقصت من 10. ابل واتش 100%. نكمل معاكم احنا اليوم ونشوف هل الجوال يصمد معي والبتري يوم كامل او اقل من يوم. خلكم معانا. نازل الحين ستاربكس بذاكر، تقريبا ماخذ لي ساعتين الى ثلاث ساعات. تبون نشوف البتري كيف؟ الحين الساعة عندي 11:42، نسبة البتري عندي الحين سمارت كيس 81%، والجوال الى الان 100%. طبعا انه مثل ما تعرفون ان البتري يعطي الجوال الحين الين ما يخلص بطاريه البتري، بعدين يبدا تنقص بطاريه الجوال. لو نشوف استخدامي الحين، نخش سكرين ريل تايم نشيك عليه هنا. استخدامي الحين ساعه ونص، 25% على اليوتيوب، 14% على تويتر، 11% على المسج. برنامج الاي تي ستوديو اللي هو حق اليوتيوبر استخدمت فيه 10 دقائق، والسيتنج درس فيه 5 دقائق، والواتساب 3 دقائق. نكمل معاكم اليوم الحين نشوف. طيب نشوف الحين كم وصل الجوال. الحين مثل ما تشوفون عندكم راح 100%، البتري كيس 76%. كمل معاكم اليوم. طبعا مثل ما تشوفون شبك لنا الحين الواي فاي على ستاربكس، لكن ال تي اي شغال، والبلوتوث شغال، والوايرلس شغال، فايند ماي فريند شغال، كل الاشياء شغالين هنا. ونكمل. طبعا راجع الشقه الحين، باقي 10 دقائق على صلاه الظهر، بصلي وبتغدى، بعدين بطلع برجع الكافي برضه مع الشباب راح نذاكر، فخليكم معنا. رجعت معاكم. طبعا تاخرت شوي لاني جيت البيت صليت وتغديت وكل شيء وطلعت رحت نظفت السياره ورجعت معاكم. الساعه عندي الحين 3:46 مثل ما تشوفون هنا. لو نشيك على الشحن الحين، الشحن الان الايفون 100% ما تحرك شيء، والباتري كيس 48%، فماشي كويس. لو بنشيك الحين كيف الاستخدام عندي سكرين تايم، استخدامي الحين المجمل اذا الساعه الحين 3:47، اليوتيوب جلست عليه 27 دقيقه، والسيتنج 24 دقيقه، والرسائل 22 دقيقه، والتويت بوت 19 دقيقه، والباقي نازلين يعني تحت. فيس تايم 11، اليوتيوبر 14%، فنسبه كويسه يعني الحين. فنكمل معاكم الحين ونشوف. رايحين حق رائد، وبعد ممكن نروح مع الكافي نذاكر شوي، فخليكم معنا ونشوف نهايه الكفر هل راح يصمد. الكل يعرف ان اكثر الاشياء اللي تستهلك باتري في الجهاز هو تحديد الموقع، اللي هو لو بتفتح له سناب شات محدد الموقع عندك مشغله، او تستخدم خرائط، فاكثر شيء يستهلك هذا الشيء. طبعا الحين انا قاعد استخدم خرائط في الجوال مثل ما تشوفون، ف يعني يعتبر الحين قاعد الحين طبعا استخدم الجهاز طبيعي، ف نشوف هل بيصمد معنا ما يصمونه. يعني لو ان الشخص بيطفي تحديد الموقع، اذا تم عند الجهاز يوم ونص بالراحه بيتم عنده يومين، ممكن يومين وزياده برضو مع البتري هذا. رجعت معاكم، خلص من شوي، خلص كل شيء، خلص تقريبا اليوم عندي. فالساعه الحين 7:02، باقي الحين ساعه ونكمل 12 ساعه باستخدام البتري هذا. البتري فيه 27% والجهاز الان 100%، ف
نفطر ساعة كذا كملنا 12 ساعة استخدام الجهاز نشوف كم نسبة البطارية، البطارية خلصت بعد 12 ساعة ولا. طبعا لو بنشوف استخدام الجهاز إلى الآن أخذت معاي 3 ساعات و19 دقيقة، الاي مسج استخدمتها 28 دقيقة، اليوتيوب 27 دقيقة، السيتنج جلست فيه 25 دقيقة مدري ليش، التويت بوت جلست فيه 19 دقيقة، اليوتيوب والفيس تايم ولا شيء حوالي كلهم 30 دقيقة. فهذا الاستخدام الطبيعي الأيام العادية. طبعا احيانا اخذ اكثر، طبعا اذا كنت احيانا اشوف فيديوهات كثيره، احيانا او اكثر الاوقات مثل اليوم الويكند جلست في الكافي كثير فكانت مذاكره ما استخدمت كثير، لكن كافرج اول يعني كامل دائما هذا الاستخدام الطبيعي للجهاز. فنكمل معاكم الحين ونشوف الساعه 8 كيف يصير. طبعا الحين خلصت اكثر من 12 ساعه بالضبط، باقي 10 دقائق واخذ 13 ساعه استخدام الكفر. الجوال الآن 100%، الكفر وصل 9%. لو بنشوف الحين نخش الإعدادات، طبعاً آسف على الصوت يعني ما أقدر أسوي شيء، لازم التلفزيون مشغل عنده. لو بنشوف الحين استخدامي الطبيعي له، الجهاز استخدمته 4 ساعات و18 دقيقة كسكرين أون تايم، يعني استخدامي كالشاشة مفتوحة شغال غير الستاند اللي هو طافي الشاشة وكل شيء. استخدمت المسج مثل ما تشوفون 42 دقيقة، اليوتيوب 37 دقيقة، التويتر 28، السيتنج برضو داخل فيه 28، اليوتيوب الاستديو للكرياتر 15، الفيس تايم استخدمته 11، وسناب شات 9. لو بننزل تحت كل 6 ساعات الاستخدام، الأشياء ذي كلها، نوتيفيكيشن كم جاني. فهذا الاستخدامي طبعا إلى الآن، يعني أخذت فوق 12 ساعة. الجهاز الحين بالكيس وصل 8% مثل ما تشوفون، والجوال إلى الآن فل، ما استخدمت الآن الاستخدامي بالبطارية الكفر. فعادي بالراحة ياخذ معي برضو يوم ثاني، ما أني الحين بالنسبة لي يوم كامل خذني من الصباح لليل، وما خسرت إلا بس بطري الكيس، فباقي بطري الجوال، وبطري الجوال أنا أوريدي كنت استخدمه يوم كامل، فيومين حلو. فاستخدامي الطبيعي ما راح استخدم الكيس في كل الأوقات، يعني والأيام الطبيعية إني أروح الجامعة وأرجع، لأن ما راح أخسر البطري، يعني بروح الصباح وبرجع في الليل وبرضو في بطري وأحطه وقت النوم. فالباتري حلو للأشخاص اللي بيطلعون برا مثلاً، بر بيجلسون يوم أو يومين، أو إنه بيطلع ويدري إنه ما راح يكون يمه كهرب، بيروح كامبينج أو شيء يقدر يستخدم الباتري، أو إنه عنده سفرة بيسافر بالطيارة، يعني مثلاً السفرة من أمريكا للسعودية فوق 30 ساعة أتوقع الشخص يحتاج الباتري. هذا الفيديو، هذا ميزات الباتري، وإن شاء الله عجبكم الفيديو، وإن شاء الله تقدرون الجهود اللي سويتها وتعملون اشتراك القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، والسلام عليكم.